عندما يفقد الأبناء الاتجاه كيف نعيد توجيههم كآباء وأمهات؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة نيفين أبو زيد، وهي أستاذ في علم النفس التربوي. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم، صباح النور. صباح الورد. يعني دكتورة، تعرف يعني اليوم صار في العديد من التغييرات على طبيعة أطفالنا ويافعيننا، ففي بعض الأحيان ربما منحسهم مش عارفين شو بدهم، أو مش قادرين يعرفوا إيش هويتهم أو وين بدهم يروحوا أو شو بدهم يعملوا. فمتى فعليا الأهل ممكن يقولوا إنه والله ابني بده إعادة توجيه أو ابني مش عارف وين هو؟ هلأ لما بيكون صغير، لما بينولد الطفل وإحنا بنكتشف كل يوم معاه من حركاته، من تصرفاته، من توجهاته، من تفضيلاته، شو هو بيحب شو ما بيحب. هلأ لما إحنا بنضل ندعمه، بنضل واقفين معه، بنضل الأشياء اللي بيحبها نعززها أكتر، الأشياء اللي ما بيحبها نتجنبها، ما نجبره على أشياء ما بيحبها، إحنا بنصير واضح بالنسبة لنا وحتى بالنسبة له شو هو توجهاته. هلأ إذا بنحكي أكاديمية أو حتى شخصية ونفسية، هلأ لما بنكون ضمن توجهاته إحنا بنكون عم ندعم نمو وتطوره، هو بيكون بأحسن حالاته الإيجابية. لما فعليا تكون احنا او البيئه معيقه راح يصير في عنا دروب دائما، وراح يكون داون، راح يكون ما عنده استعداد نفسي ولا استعداد نقول اكاديمي اجتماعي لانه يعمل مهماته او المهمات المطلوبه منه او حتى الاشياء المطلوب منه نفسيا، يعني هو ايش حاب يعمل لحاله ما راح يقدر، ولا حتى شو مطلوب منه اجتماعيا او اكاديميا. وقتها بنشعر انه ابننا فقد البوصله. نعم. فبصير دورنا هون اللي هو لازم ما يكون منقطع الدور، فإحنا لازم نكون أول بأول حاسين. هلأ بصير معنا بيكون ابني كتير توجهاته علمية، all of a sudden بصف معين drop. هلأ أنا بس أكون أول بأول معه، بساعده ليتطور ليتحسن طبعاً. بتحسين البيئة الأكاديمية، سبورت اللي إحنا بنقدمه بالبيت، اللي بدرسه بالبيت أنا أو أستعين بحدا. نعم. أو أوجه المدرسة. نعم، بس دكتورة السؤال هون هو من يقرر الوجهة؟ يعني من يقرر أنه هذه هي الوجهة الصحيحة أصلاً؟ يعني بكون عندي طفلي توجهاته أكاديمية، فجأة بتصير توجهاته رياضية، فالأهل بنقزوا لا بطل يدرس صار يلعب رياضة، ارجع أدرس. فبركي الوجهة الصحيحة بالنسبة له هاي هي أصلاً الرياضة، بجوز أن لازم أدعم الرياضة أو الفن أو الموسيقى. فمن يقرر الوجهة؟ يعني هل هناك وجهة أصلاً يعني هي صائبة 100%؟ هلا كأخصائيه وبدي احكي بالنظريات الحديثه بقول لك هو بده يختار. هلا هذا بس لا مجتمعنا ولا احنا عم بنشوفه هو قادر يختار، لانه احنا عم نحكي عن طفل عم يختار. هلا انا بدي احترم توجهات الطفل واخليه يختار الاشياء اللي بحب يتوجه لها، بس بنفس الوقت انا كأم كمربيه كحدا عنده نقول يعني ماتوريتي منيح انه انا اقدر اوجه ابني. فبيصير هون دور المدرسه والاهل بانه النضج اللي عندهم بدهم يدعموا هذا الطفل ليوجهه اكثر. فانا بدي احترم رغبته بالرياضه، بس بدي اقول له هاي بجنب هاي، بدي اخلي الرياضه تعزيز له. لما انت تنتج وتنجح طبعاً. اكاديميا انا بدخلك بنادي اكثر، انا بدعمك بهيك. فاني اتركه للرياضه لحالها وانا عارفه انها هي مش نقول الثبات والتوازن المستقبلي، مش هو المهن اللي راح يروح يتوجه لها او الفن. هلا مع احترامي للفن والرياضه وكل شيء، بس عفوا دكتوره ليش لا، ليش ما تكون الرياضه والفن هي المهنه والثبات والتوازن؟ هلا صح، بس خليه ليوصل لمرحله قادر يختار هذا المكان ويروح عليه. اما مثلا واحد يكون عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين يجي يقول لك ماما انا ما بدي مدرسه، ما تهتمي للمدرسه بدي اروح بهيك، لا المفروض هون انه انا اكون طبعا تتدخل بالموضوع نضجاً بانه اخليه يختار، بالسيف سايد زي ما بقولوا. بالضبط، بنخلي كل التوجهات شغالة موجودة، الفن والرياضة والأكاديمي، لوقت هو قادر إنه راح رياضة أحترم هذا الإشي وأحكي له تمام نجحنا أكاديمية للمستوى المطلوب. نعم. تقدر تختار تروح تدرس رياضة بالجامعة، مش إنك تروح تترك المدرسة أو نقول إنتاجك الأكاديمي وتروح على رياضة أو على الفن أو على أي توجه كان. صحيح. أو حتى بصيروا هم يشتغلوا لأنه يحسوا حالهم في عندهم فرصة أشتغل. أكيد أكيد، وفي يوتيوبرز هلأ عم نشوف من سن كتير صغير وفي كتير تفاصيل. بتعرفي دكتورة يعني إحنا رح نكمل، ولكن كاميرا الدنيا رصدت بعض الآراء في الشارع بما يخص أهمية مساهمة المؤسسات التربوية في هذا الحديث وكيف ممكن بناء استقرار فكري لدى الطلاب. خلينا نشوف هذا التقرير.
بصراحة يعني بالمرحلة الحالية المدارس قل دورها في تنمية وتوعية الطلاب، صار معظم المدارس تعتمد على التلقين، وبيعتمدوا على البيوت وأهالي البيوت، ستات البيوت والأباء أنهم يتعبوا ويعلموا أبنائهم. بالسابق كانت المدارس فعلا هي تعمل تنمية وتوعية وتشجع على، كان حتى في مسابقات لقراءة الكتب والقصص، ويعمل مسابقات على مستوى محلي ومستوى دولي فيها يشاركوا بعض طلابنا فيها. والله حاليا يعني إذا بدك تطلع نظرة واقعية للجامعات، مش مثل الجامعات اللي كنا زمان نتوقع منها هذيك المخرجات العظيمة. الآن صارت الجامعات يعني بس مجرد أنك تحمل الشهادة، تيجي تدور على الكفاءة أو القدرة أو المهارات، ما في مهارات حتى تنمي هذا المجتمع. إحنا لازم نهتم بالمهارات قبل كل شيء. فالآن الجامعات في نظري أنا ما بتعطي هاي المهارات المطلوبة. والأكيد المدارس والجامعات بتوعي وبتثقف يعني. كيف أو قديش؟ أو قديش مطلوب منها توعي؟ نسبة يعني 80% بتوعي الشباب بتوعي الأطفال يعني. انهم يتخذوا قرارات في حياتهم مهمه يعني. المؤسسات التعليميه قد ايش ساعدت انها تبني وعيك وفكرك انت كشاب؟ بصراحه الجامعات لها دور كبير. انا طالب بالجامعه الاردنيه وكنت بدرس بالمفرق، يعني درست بمدارس بالمفرق وجيت على الجامعه الاردنيه. الجامعه الاردنيه كثير ساعدتني اني اطور من نفسي، اتوسع بمداركي، بمعارفي، بعلاقاتي، بكثير امور يعني ساعدتني اني اكون مستقبل الي ويصير عندي نظره شموليه مستقبليه اكثر. طبعا اكيد لها دور اساسي في زياده الوعي المعرفي عند المواطن وعند الطالب، اكيد بتهيئه ليكون قائد في المستقبل. يعني معظم القاده كانوا طلاب في الاساس، والان صاروا منهم نواب وسياسيين ومعلمين والى اخره. لا، المدرسة هي اللي بتأسس الوعي عند الطالب، ولكن الجامعة بتكمل ما قامت به، بتكمل دور المدرسة. نعم دكتورة، يعني لاحظنا من آراء المواطنين في تباين في الآراء، في بعض المواطنين كانوا عم بيحكوا إنه للأسف المؤسسات التعليمية اليوم من مدارس أو جامعات ما عندها قدرة إنها توجه، وفي يعني آراء أخرى كانت تحكي إنه لا، يجب إنه المؤسسات التربوية مدرسة وجامعة إنها توجه، وحضرتك أكاديمية أيضا، شو رأيك؟ هلأ المؤسسة التعليمية هي مؤسسة، تعريفها مؤسسة اجتماعية تربوية، فهي بتلعب دورها الاجتماعي وتلعب دورها التربوي. دورها الاجتماعي بأنها تحقق أهداف المجتمع مع هدول اللي نقول الأجيال والعائلات وكل حدا بهالأطفال، إحنا أوريدي بترعى مؤسسات المجتمع. نعم. فبتلعب دور كتير مهم بأنها تكتشف من خلال الأنشطة المتنوعة هواياته وتدعمهم. نعم. وتوجه حتى الأهل، لأنه ممكن أنا ما أشوفه بيلعب فوتبول بالبيت بس المدرسة رح تشوفه بحس الرياضة. ممكن أنا ما أشوفه بيرسم لأنه فعلا ما عم يدخل بنشاطات رسم جماعية. نعم. بس المدرسة رح تشوف هذا الحكي. فلما تكتشف المدرسة وبتساعدني على اكتشاف هوايات طفلي وبتحاول تدعمها وبتعززها ضمن مجموعة الرفاق، بترفع من مستوى الذات عنده، فهو بيبني شخصية حلوة، بصير بياخد فيها قرار، بصير بقنعني وبقنعه، بصير بترفع يعني مستوى الفكري بالنقاش بالحوار بالإقناع باتخاذ القرار. فقديه بتلعب دور حلو بشخصيته أولا، بقراراته ثانيا. بعدين في إشي اسمه الإرشاد المهني يفعل بالمدارس. هلأ من لما يكونوا صغار إحنا بنلبسهم مهنة الطبيب والمعلمة ونخليه يجرب يصير إطفائي ويصير شرطي، بيحب هاي الإشي، بصير يشوف بالخيال، بفعل الخيال والإبداع عنده، بصير يشوف حاله وين. ندعم إحنا هذا التوجه أكثر، بصير يشتغل اللي عليه بالمدرسة ليوصل للي بده إياه. نعم. بتصير تستغل أنت إنه كأب ولا كأم، نغشش الأمهات إنه أنا. نعم. ابني عنده هذا التوجه، وبصير استثمر بأنه عنده توجه معين، أحكي له انتج أكاديمي عشان أحطك بهيك وأعمل لك بهيك، ويصير هذا التعزيز، بصير يحب المدرسة ويصير يحب حاله، بصير يحب الإشي اللي هو رايح عليها. بعدين لنوصل لمرحلة معينة، طول ما إحنا مؤسسات تربوية بدءا من الأسرة والمدرسة والجامعة رح يوصل جيلنا لطريقة منيحة. أنا مع أنه في ناس ضل الطريق وما قدروا توجهوا بس أكاديميا وما قدروا يكتشفوا قدرات الأطفال. صحيح. والشباب. نعم. فلقيناهم بالجامعة ما بينتجوا وبالآخر ما بيشتغلوا بشهاداتهم. نعم. ولكن بأقل من دقيقة دكتورة، اليوم كيف نوجه الأهل بنصائح هيك قصيرة لإعادة توجيه أولادهم إذا فقدوا الاتجاه؟
بدنا نرجع عيلة بتهتم بكل تفاصيل أولادها، بدنا نرجع عيلة عن جد تهتم بأنها تتواصل مع المدرسة. إحنا كلنا بنعرف قد إيه صارت دواماتنا طويلة وعبئنا كتير بنهار طويل، بس مكالمة على المدرسة، بدنا نفعل التواصل حتى عبر الإنترنت، تعطيني دائما نقول ريبورت عن ابني، نشوف الملاحظات المعلمات بالوقت اللي إحنا بنقدر وبكل وسائل التواصل المناسبة أتواصل مع المدرسة، أدعم نمو ابني وتطوره وأخذ طبعا بملاحظاتهم. هقلل الأشياء اللي ممكن نعملها غير التواصل الإيجابي والتفاعل الإيجابي اللي مطلوب جوا الأسرة، اللي بخليه يقدر يحكي معي ويكون منفتح وأحترم رأيه وقناعاته وأصير أعرف ابني أكثر. نعم. أكيد. نعم جميل جدا. دكتورة بدنا نشكر حضرتك جزيل الشكر على هاي المعلومات الهامة. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يخليكي.